اولا شكرا للاخوان الصحفيين، شكرا لكم بزاف بزاف لانكم كنتوا في هذا المشكل اللي وقع. كيف ما قلت راه خوتو كيتضاربوا، راه العائلات كيتضاربوا، راه هادشي راه مساله عاديه. هي ما كانش القضيه توصل لهذا الشيء كامل، ولكن راك عارف الشيطان ولد الحرام وصافي. كيف ما خرجوا الاصدقاء ديالي بشي بتصاريح قالوا بانه حمزه خذا فلوس وتقلب علينا. لا، انا ما تقلبت عليكم، ما شهدت ضدكم ولا شهدت الزور، لا، فقط انا غير خديت المستحقات ديالي، تنازلت. انا صافي شفت راسي غنبقى تابع المحكمه تالين. صافي بغى يعطيني المستحقات ديالي، بغى يتسامح معايا، جات صالح معايا عنك اللي قال لي اسمح لي بزاف. صافي مني قال لي اسمح لي بزاف، شنو غادي تقول لي؟ ومن اللي بغى يعطيني علاش كنت كنخرج نهضر النهار الاول كنقول انا بغيت فلوسي فقط، فلوسي على قبل فلوسي، صافي هادشي اللي بغيت. صافي ما يعطيني المستحقات ديالي، درت تنازل. وهما قبل ما يجيو للمحكمه ديك النهار كنت جيت عندهم، كل واحد جيت عنده للدار وطلبته اعتباري مسكين وكلش والو. قال لي لا، على قبل ديك الهضره وداك الشيء قال لي ما نقدرش. قال لي واخا يبغى يعطيني فلوسي غنتبع المحامي وتبع المحكمه. قلت له المهم انا راه غيعطيني فلوسي دابا، راه غنتنازل. ما باش قلت لي باش تكونوا صافي. مني تنازلت، جينا لغد المحكمه، دفعت التنازل، خرجنا في حالتنا. هما بقى فيهم الحال زعما حيت انسحبت منهم. راه بامكاني نبقى معاهم، ولكن راه عطاني فلوسي علاش غنبقى معاهم؟ عطاني فلوسي تنازلت، هما ما بغاوش، قال لك غنتبعوا المحامي والمحكمه. هادشي اللي كاين. واليوم جيت راه مواقف معاهم، هما مآزرهم، هما واقف معاهم، هما واقف مع فتاح. لان كيف ما قلت راه ان الله غفور رحيم، والله اللي خلقنا، الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا كيسامح. دونك علاش ما غنسامحوش حنا هذاك السيد؟ واخا يكون كاع ما عرفت كيدير، يكون مجرم، يكون خايب، راه صافي، راه الحبسه ما غتبغيش العدوك، هو غيدخل الحبس. شنو غنستافدوا حنا؟ ما غنستافدوا حتى شي حاجه. علاش خرجنا هضرنا النهار الاول كامل، لا تيباري لا عزيزه لا اميمه لا يوسف، غير على المستحقات ديالنا وصافي. الانسان ضرب واحد الشهير ديال تماره، خدم واحد الشهير، خاصو يتخلص. صافي هادشي اللي كاين، خاصو ياخذ المستحقات ديالو. مني هو يا فهمتي كانوا عنده ضغوطات، كانوا عنده مشاكل، راه الله يحسن العوان، حتى هو راه دازوا عليه ظروف، ما نشوفوش غير الجانب الخايب. وانا راه مسامح، وما عمرني وصلت مع شي حد بحال هكا صراحه. زعما بلا ما الناس يديو لي واحد نظره خايبه، راه انا دخلت فتاح ولا انا حقا مني، عطاني فتاح المستحقات ديالي، الفلوس اللي كانت سالو، تقلبت على هذوك الناس. لا، بقى في الحال. وانا الحمد لله قبل ما يدخلوه لا يدوه استافيط ولا شي حاجه، ديك الساعه جيت معاه الصباح. انا مني عطاني فلوسي في الليل، جيت معاه الغد، كتبت ليه تنازل، دخلنا لديك التنازل، دفعته صافي. انا تنازل تنازلا تاما، ما بقى تابعو حتى شي حاجه. لحقاش عطاني فلوسي، طلب مني السماحه، قال لي انا غلطت، كانوا عندي ظروف، عنده ضغوطات مسكين نفسيه، داسوا عليه شي ظروف صعيبه، انا ما كانش في خباري ديك الظروف اللي داس عليه في هذاك الوقت، في هذاك رمضان وداك الشيء. حنا تسرعنا وزربنا وداك الشيء، ماشي مشكل، حتى دابا ما وقع والو الحمد لله. بغيت نوضح للمغاربه كاملين، ما ديوش واحد النظره خايبه على حمزه وتقولوا راه غير دوك الناس، راه تقلقوا واحد شويه حيت انسحبت معاهم وما بقيتش منهم. داك الشيء علاش كيصحابوني شهاد ضدهم ولا شهاد الزور؟ راه ما كاين لا شهاده الزور لا والو. انا بالعكس، انا هو اللي كنت الشاهد ديال هادشي كامل، ما قلبت وجهي ما والو. انا بالعكس غير دخلت قلت كلمه الحق، وقلت للوكيل المالي، قلت ليه راه انا تنازلت، خديت المستحقات ديالي. قال لي واش عطاك فلوسك؟ قلت له عطاني فلوسي، تنازلت انا زول تمن. قال لي صافي جانا زول تمن، ما كاين لا متابعه لا والو، سير الله يعاونك. صافي ومن بعد هما مساكن مع باقر العامه، باقي ما عطاهمش داك الشيء ديالهم، راه بقاو معاه حتى لاخر لحظه. راه اليوم راه جابوه، راه غادي دفعوا دابا التنازلات، راه ان شاء الله غادي يخرج اليوم ان شاء الله باذن الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.